أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام وبغطاء من القصف المدفعي والجوي الروسي تمكنت من السيطرة على مناطق جديدة من يد داعش في محيط مدينة دير الزور، حيث أحكمت السيطرة على منطقة الإمريعية وقرية الجفرة والجزء الغربي من بلدة البو عمر. وأضاف المرصد أن قوات النظام أصبحت على بعد نحو 25 كيلومترا من معقل داعش الرئيس في المحافظة، وأن التنظيم أصبح محاصرا ناريا الآن. تعرضت مناطق في بلدة اللطامنة في ريف الحماة الشمالي لقصف من قوات النظام من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أن النظام قصف أيضا مناطق في قرية عرشان في ريف حماة الشمالي الشرقي، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية. قتل شخص وأصيب عشرة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في مدينة كركوك العراقية المنتجة للنفط. وصنف بيان لوزارة الداخلية العراقية الهجوم بأنه اعتداء إرهابي ولا علاقة له بالتوتر الناجم عن خطط الأكراد لتنظيم استفتاء الانفصال يوم 25 من الشهر الجاري. ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي اختطفت 50 شخصا معظمهم من الأطفال، أعمارهم بين 10 و16 من شمال صنعاء، وتوجهت بهم إلى جبهات القتال من دون تدريب. وأكدت المصادر أن الميليشيات أخذتهم من دون علم أهاليهم بعد إغرائهم بتوزيع السلاح عليهم ومنحهم رواتب شهرية إن انضموا لجبهاتهم. قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إن مستوى التهديد الذي تواجهه البلاد سيبقى عند حرج، فيما أشادت بالشرطة لقيامها باعتقال شديد الأهمية بعد تفجير في قطار أنفاق في لندن أصاب نحو 30 شخصا. واعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 18 عاما يشتبه في تورطه بالهجوم الإرهابي الأخير. تفتتح العاصمة الألمانية برلين السبت المقبل متحفا للرسوم والفن في الأماكن العامة، وسيقوم المتحف بعرض تصاميم لفناني شوارع محليين ودوليين على واجهة مبنى المتحف. ويقع متحف الفن المعاصر الحضري في مبنى سكني تم تحويله إلى متحف، ويتسم بأرضية مرصوفة وهيكل مفتوح لجعله يعطي شعورا وكأنه شارع. إلى اللقاء.